عن الموقع. سوف نتعرف في هذا الجزء على أقسام محتوى الصفحة الرئيسية. نذهب إلى مفتاح أدوات إنشاء الموقع وهو على يمين الصفحة وأسفل رسالة الترحيب، فتظهر لنا هذه الصفحة. نقوم بالضغط على مفتاح محتوى الصفحة الرئيسية، فتظهر لنا هذه الصفحة. نختار منها مفتاح عن الموقع. نقوم بالضغط عليه حتى يتم تفعيله. ومن ثم تظهر لك على الصفحه الرئيسيه للموقع وهي عباره عن نبذه صغيره عن الموقع والتي يتم اضافتها من خلال صفحه من نحن لتظهر بعد ذلك على الصفحه الرئيسيه بهذا الشكل